يعيش كوكبنا اليوم في حقبة تشهد تغيراً كبيراً في المناخ، وهو ما يثير قلقاً واسعاً بين العلماء والمجتمعات حول العالم. فالتغير المناخي أصبح تحدياً عالمياً تواجهه البشرية، حيث يتسبب في عواقب مرعبة تتمثل في فيضانات مدمرة وعواصف عاتية وحرائق هائلة وإعصارات مدمرة تسلب الأرواح وتدمر المنازل وتنتشر الفزع بين الناس. إضافة إلى ذلك، يزداد عدد الأعاصير المدمرة والأعاصير الاستوائية والفيضانات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث تتشكل هذه العواصف بقوة هائلة وتسبب دماراً شاملاً في المجتمعات والبنية التحتية. وتؤدي هذه الأحداث الطبيعية المدمرة إلى انتشار الفزع والهلع بين الناس، وتترك تأثيرات نفسية واجتماعية خطيرة على الأفراد والمجتمعات المتضررة. يا ترى ماذا يحدث في الإمارات الآن؟ هيا بنا نرى الفيديو. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. عاصفة عاتية جديدة تضرب دولة الإمارات وسلطنة عمان، مخلفة وراءها أمطاراً غزيرة بشكل قياسي وتأثيرات واسعة النطاق. هذا الأسبوع شهد حدوث حالات هطول أمطار هائلة غير مسبوقة في تاريخ الإمارات الحديث، تسببت في غمر الطرق السريعة والمنازل وعرقلة حركة المرور، حيث احتجزت الناس في منازلهم. يوم الثلاثاء شهدت الإمارات يوماً تاريخياً، حيث سجلت أعلى كمية أمطار خلال 24 ساعة السابقة في العديد من المناطق، وهي الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات المناخية منتصف التسعينيات. وفقاً للأرصاد البحرية الإماراتية، وفي غضون 15 دقيقة فقط تجاوزت كمية الأمطار 30 مليمتر، ووصلت كميات الأمطار إلى 260 مليمتر في بعض المناطق، وهذا رقم خطير جداً لم يحدث في العادة في مثل هذه الدول العربية. وتم تسجيل أكبر كميات في الجزء الشمالي من دولة الإمارات العربية. تسببت هذه العاصفة في غرق السيارات في شوارع الإمارات والمنازل أيضاً، وتم تحذير الناس من الخروج إلا في الحالات الطارئة. تعطلت مصاعد الأبراج الشاهقة بسبب ارتفاع منسوب المياه، وأعلنت مطارات دبي تعليق حركة الملاحة الجوية وإلغاء رحلات السفر حتى نهاية اليوم بسبب الأحوال الجوية السيئة. تم تنظيم العمل عن بعد للموظفين الحكوميين وتعليق الدروس في المدارس الخاصة في دبي حتى استقرار الأوضاع. هذه الأحداث تجسد حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة التغيرات المناخية، وتذكرنا بأهمية اتخاذ إجراءات فورية للتكيف مع هذه التحولات وللحد من تأثيراتها المدمرة على حياة الناس والبنية التحتية. بعد فيضانات الإمارات وعمان التي هزت المنطقة، يكشف خبراء المناخ عن سر خطير يتعلق بتغير المناخ وتأثيره على الظواهر الجوية المتطرفة. وفقاً لخبيرة الأرصاد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كان من المتوقع أن تحدث العواصف القوية والفيضانات في المنطقة في عام 2030، ولكنها حدثت بالفعل بشكل مفاجئ ومبكر بعد مرور 75 عاماً على الموعد المتوقع. ترتبط هذه التغيرات المناخية بارتفاع درجات الحرارة العالمية الناجمة عن الأنشطة البشرية، مثل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتلوث الهواء. وتشير الخبيرة إلى أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة يزيد من تكرار وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل العواصف العنيفة والفيضانات القوية. وفي ضوء ذلك، تعرضت الإمارات وسلطنة عمان لعواصف قوية وأمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، مما أدى إلى حدوث فيضانات وأضرار جسيمة، حيث تشهد زيادة في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد من خطر حدوث الفيضانات في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية لنظام الصرف الصحي. تحذر الخبراء من أن هذه الظواهر الجوية المتطرفة ليست محصورة فقط في العواصف والفيضانات، بل يمكن أن تتسبب أيضاً في جفاف وحرائق في بعض الدول، وبالتالي يجب أن تتخذ الدول إجراءات عاجلة لمواجهة تغير المناخ والتكيف مع تأثيراته المدمرة. قد تعرضت محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن لتأثيرات سلبية جراء تأثرها بمنخفض جوي، وقد حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من احتمالية حدوث انهيارات صخرية، مطالبة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وتجنب الأماكن الجبلية المعرضة للخطر. وأفادت مصادر محلية بوقوع أمطار غزيرة في المحافظة، مما تسبب في فيضانات وسيول في بعض المناطق، وأدى ذلك إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية والممتلكات، وتسببت السيول في غمر عدة مناطق وجرفة العديد من السيارات، وأدت أيضاً إلى انقطاع الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية.
بالإضافة إلى الطريق الدولي المؤدي إلى سلطنة عمان. ونظراً لهذه التحذيرات، يجدد المركز دعوته للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المعرضة للانهيارات وعدم التواجد في الأودية أثناء وبعد تساقط الأمطار. تعرضت شرق الكونغو الديمقراطية لانهيارات وفيضانات مدمرة أسفرت عن خسائر جسيمة، وقد أبلغت السلطات المحلية الحكومة المركزية بحاجتها إلى مساعدة عاجلة. ووفقا لرئيس الاتصالات في بلدية أوفيرا دومينيك كالونزو، فقد انهارت ما لا يقل عن 4000 منزل، واختفت أكثر من 2000 قطعة أرض، وتضررت أكثر من 7000 أسرة نتيجة للفيضانات التي نجمت عن ارتفاع منسوب المياه في بحيرة تنجانيقة وجريان الأنهار. وتضررت أيضا 53 مدرسة في مدينة أوفيرا الشرقية حسب ما ذكر تقرير مجلس المدينة، الأمر الذي أجبر العديد من الأسر على اللجوء إلى أماكن إيواء مؤقتة، بينما اضطر آخرون لقضاء الليل في العراء. وقد أطلق مجلس مدينة أوفيرا نداء عاجلا إلى الحكومة الكونغولية والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة، حيث تتعرض المدينة لخطر الأوبئة نتيجة للظروف الصعبة التي يواجهها النازحون. تعرض الساحل الشمالي لبحيرة تنجانيقا في منطقة كيفو الجنوبية المتاخمة للعاصمة الاقتصادية بوجمبورا في بوروندي لأمطار غزيرة على مدار أسابيع، مما أدى إلى فيضانات وتأثر العديد من المناطق بشكل كبير. ووفقا لسانتوس كيتاندالا ناشط المجتمع المدني في فيزي، فقد غمرت المياه العديد من الطرق والأسواق والمكاتب الإدارية في المنطقة. كما تأثرت بلدة كاليمي الواقعة جنوبي الكونغو الديمقراطية بالفيضانات أيضا، مما يظهر تأثير الكوارث الطبيعية على مناطق متعددة. وفي إفريقيا الشرقية شهدت تنزانيا وكينيا أيضا أمطارا غزيرة أدت إلى خسائر فادحة، توفيت ما لا يقل عن 58 شخصا في تنزانيا و13 آخرين في كينيا خلال الأسابيع الأولين من أبريل نتيجة هذه الفيضانات. تواصلت هطول الأمطار بشكل مستمر في بوروندي، وهي واحدة من الدول الأكثر تأثر بتغيرات المناخ والفيضانات وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. موسم الأمطار في بوروندي يمتد من سبتمبر إلى يناير ومن مارس إلى مايو.